يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يجوز لي أن أستقدم زوجتي بأن أكون بانتظارها في المطار ويقوم أحد إخوانها بإيصالها للمطار لتصل إلي، حيث إنني في المملكة ولا أستطيع ماديا أن أنزل وآتي بها معي؟ وإذا عرض للطائرة عارض ولم تأتي للمطار، راحت المطار ثاني والبلد ثاني، من يستقبلها؟ من يضمن أن تجي لها المطار هذا؟ هذه ناحية. الناحية الثانية، هذا يخالف قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها محرم، سواء بالطائرة أو غيرها، لا بد من المحرم. نعم.